بسم الله الرحمن الرحيم. نشرح اليوم كيفية الرسم البياني أو نعم أو التخطيط البياني نعم بواسطة الأكسس 2013. نعم، نفتح الأكسس ونكتب الرقم وإذا الاسم الموظف أو الاسم في جدول، يعني تكوين جدول. نعم، الاسم هو نص، ثم الوان الوظيفي، نكتب الوان الوظيفي. نعم، نرتبه، نكبر الجدول للتوضيح بهذه الشكل. نعم، الألوان الوظيفية، الاسم، الرقم، نغير هذه اي دي الى الرقم تسلسل او نعم، والاسم اسم الموظف اسم الموظف، عنوان الوظيفي، الرقم. نعم، نأتي إلى كتابة الراتب، يعني نعم، نكتب الراتب. نعم، إذن الجدول تتكون من الرقم والاسم الموظف وعنوان الوظيفي الراتب. سوف نقوم بعد ذلك بتكوين مخطط بياني أو رسم البياني. نعم، سوف نملأ هذه الجدول بعدة أسماء أو كمثال على ذلك
نكتب اسم محمد علي. الوان الوظيفي على سبيل المثال مدير عام، مدير عام. وراتبه تتكون أو تبلغ 3 ملايين دينار عراقي. نعم. نحفظه، نحفظ الجدول. نعم، إذا محمد علي مدير عام راتبه 3 ملايين. نضيف اسم الثاني على سبيل المثال حسن، محمود، معاون مدير عام. نعم. معاون مدير العام. راتبه 2.5 مليون، يعني 1,500,000 دينار عراقي. نعم. نضيف اسم الثالث. نعم. كمان. حميد، مسؤول قسم الأقسام، العنوان الوظيفي مسؤول الأقسام، نعم. راتبه 1,000,000. نعم. نأتي إلى الرابع على سبيل المثال، نضيف اسم الرابع. نعم. هادي، هادي رحيم،
وعنوان الوظيفة نكتب العنوان الوظيفي لهادي الرحيم مدير الحسابات على سبيل المثال مليون ونص، يعني 1,500,000 دينار عراقي، راتب هادي الرحيم مدير حسابات. نعم، إذا محمد علي مدير عام، حسن محمود معاون مدير عام، كمال حميد مسؤول الأقسام، وهادي رحيم مدير الحسابات. نعم، مع كتابة رواتبهم. نعم، سوف نحفظ هذه ونقوم بتكوين نموذج لهذه الجدول. نعم، بهذه الشكل. أما الترتيب نقوم بترتيبه ليكون واضح، وترتيب مظهره وخطوطه. نعم، غيرنا الاسم، إذن الرقم الاسم عنوان الوظيفي الراتب. نعم، هذه نموذج، نحفظ النموذج. نعم، ترتيب نقوم بالرسم البياني. نعم،
نكبر النموذج سوف نكتب أو سوف نضع المخطط البياني أسفل هذه النموذج في هذه المنطقة. نعم. نأتي بالمخطط البياني، هذا هو. نعم. نضع التخطيط البياني، نختار الجدول. نعم. وأيضا نختار الاسم والراتب، الاسم والراتب. للجدول البياني. نعم. وهذه أشكال الرسم البياني أو نموذج البياني. نعم. نعم. نختار الاسم والراتب. يظهر بهذه الشكل، نكبره. نعم، نكبر الرسم البياني أو المخطط البياني. يظهر لنا مدير عام، يعني الأسماء ورواتبهم. نعم، محمد علي، وأيضا حسن محمود، وأيضا كمال حميد، وهادي رحيم. وأيضا يظهر لنا مستوى رواتبهم. نعم. نعم، هذا هو الرسم البياني، وهو طريقة سهلة بواسطة الاكسس، برامج اكسس. نعم، تستفاد من هذه المخطط البياني في إحصائيات. نعم. سوف نشرح في الحلقة القادمة مواضيع أخرى حول مواضيع تتعلق بالإكسس، برامج الإكسس. نعم. وشكرا لكم.